طبعا ما دام بنتكلم على الماتيريال بيهيفير فلازم نتكلم على الستريس سترين كيرف. ما ينفعش يبقى في مهندس ميكانيكا مش عارف ايه هو الستريس سترين كيرف. في السلايد دي عايزين نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها الانجينيرنج ستريس سترين والترو ستريس سترين كيرفز، عايزين نقارن ما بينهم. الانجينيرنج ستريس سترين كيرف ده اللي احنا بنشوفه دايما، ده اللي موجود على ايدك الشمال. الكيرف دوت عندك بيبتدي طبعا من الزيرو اهو، عندك الاكس اكسس ده بيبقى السترين والواي اكسس ده اللي هو الستريس، فبيبتدي بيفضل ماشي لينير تمام. الجزئيه اللي هو بيبقى ماشي فيها لينير دي بنسميها الالاستيك ريجون. بعد كده بيجي عند نقطه، النقطه دي بنسميها الهيلد سترينث او الواي كابيتال زي ما انتم شايفينها. بعد النقطه دي بينتقل بيبقى الكيرف مش ايه مش لينير، بيبقى ايه كيرف زي ما انتم شايفين. الجزء ده بنسميه البلاستيك ريجون تمام. النقطه اعلى نقطه في الكيرف دي بنسميها الالتيميت سترينث. قبل الالتيميت سترينث دي اقصى ستريس المعدن ممكن يستحمله او الماده ممكن تستحمله. قبل الالتيميت سترينث دي عندنا الجزء ده بيحصل فيه حاجه اسمها السترين هاردنينج. السترين هاردنينج ده يعني هنشوف بعد النقطه دي بيحصل نيكينج تمام، لحد ما الكيرف ينزل خالص لحد نقطه الفراكشر، لحد ما الايه الميتال بتاعك او العينه بتاعتك تتكسر يحصل لها فراكشر تمام. طيب ايه موضوع النيكينج ده؟ بعد النقطه دي يبتدي العينه بتاعتك لو انت بتشدها على يونيفرسال تيستينج ماشين تعمل نيك، يعني جزء كده رفيع في النص علشان بعديه تفصل تمام. قبل النقطه دي ما يعني قبل ما يعمل نيكينج كده بيعمل ايه سترين هاردنينج، بيبقى ايه الماده بتاعتي بتبقى اقوى تمام. طيب احنا لما كنا بنيجي نحسب الاستريس في الحاله دي في الكيس اللي على الشمال كنا بنقول ان السيجما بتساوي الفورس على الاوريجينال اريا. اما كنا بنحسب بالطريقه دي هنسميها الانجينيرنج ستريس سترين كيرف، او دي الانجينيرنج ستريس بتساوي الفورس على الاوريجينال اريا، والسترين بتساوي دلتا ال اوفر ال ان. الدلتا ال دي اللي هي الفاينل لينث ناقص الاوريجينال لينث على الاوريجينال لينث. فالطريقه دي برضو هنقول على السترين دي بنسميها الانجينيرنج سترين، بيبقى الريفرنس بالنسبه لنا الاوريجينال لينث او الاوريجينال اريا تمام. لكن على ايدك اليمين ده بنسميه الترو ستريس اند سترين كيرف او منحنى الاجهاد والانفعال الحقيقي. طيب ايه اللي بيحصل فيه؟ نفس القصه، جزء لينير الاستيك ريجون وبعدين بنخش في البلاستيك ريجون تمام. بص هنا بقى الجزء اللي فوق ده بعد الحته دي يعني في الجزء ده ستارت اوف نيكينج وبعدين ينزل الفراكشر. طيب لو هو ما حصلوش فراكشر فدي البروجكتد كيرف اف نيكينج هادنت اوكر، لو ما حصلش نيكينج ومش هيفصل فهو ماشي على طول فوق كده لحد ما ايه لحد نقطه الفراكشر بارت تمام. النقطه دي هي دي اليلد بوينت زي ما قلنا، دي الستارت اوف بلاستيك ريجون. بس عندك فيه هنا نقطه بقى، ما دام اتكلمنا على الترو ستريس سترين كيرف فلو عايزين نحسب الاستريس فمش هيبقى زي الاستريس الاولاني اللي هو منسوب للاوريجينال اريا، لا ده هيبقى منسوب للاريا الانستنتينيوس، يعني الاريا اللي موجوده عند كل لحظه شد. كل لحظه شد الاريا بتتغير وبناء عليه بندخل الاريا اللي بتتغير في المعادله. طبعا عشان نعرف الاريا اللي بتتغير دي ما ينفعش غير بسترين جيج، لازم اركب سترين جيج واعرف ايه الاريا اللي بتتغير قد ايه واللينس اللي بيتغير قد ايه تمام. وبالتالي الاستريس عندي هيبقى بيساوي سيجما 1 بلس ايبسلون تمام. الشكل ده كده ده الترو ستريس، ولو عايز احسب الترو سترين بيساوي لين 1 بلس ايبسلون ماشي. فهيبقى مختلف تماما عن الانجينيرنج ستريس سترين كيرف. يمكن الحصول على سلوك المعادن او البيهافير اثناء التشكيل من منحنى الاجهاد والانفعال او من الاستريس سترين كيرف. ينقسم منحنى الاجهاد والانفعال النموذجي لمعظم المعادن الى منطقه مرنه او الاليستيك ريجون ومنطقه بلاستيكيه اللي هي البلاستيك ريجون. في تشكيل المعادن تعتبر المنطقه البلاستيكيه ذات اهميه رئيسيه لان الماده تكون بلاستيكيه ومشوهه بشكل دائم او permanently deformed. تظهر العلاقه النموذجيه بين الاجهاد والانفعال او الستريس سترين ريليشن شيب للمعدن مرونه اقل من نقطه الخضوع او اليلد بوينت، وتسلط انفعالي سترين هاردنينج اعلى من